مع هالجوة الحلوة من تونس ومع صبايا تونس الجميلات والحلوات واللي قلبهم كمان كتير حلو. أنا فخور فيكم وفخور جدا بهذا اللقاء صراحة، بتستاهل الزلغوطة وزعفر. كما أنه نشكر المايسترو لاستضافتها الحلوة لنا ونقدم لها هيدي الزهرة. بنقلي هيدي ما بتكفي، سبع سنين من التعب. انتو بهالجو الحلوة اللي عم تجولوا فيها على كل المناطق بكل العالم، رحتوا على كان ورحتوا على هون وهون وهون، بكره بصير انا ان شاء الله روح معكم كمان. الف مبروك الف مبروك، متابعينا ومشاهدينا رح يكون عنوان الجوقة تحت باسفل الفيديو بالدسكربشن، فيكم تتابعونا وتتابعونا دايما وتعملوا لي سبسكرايب لالي ولالهم، ما تنسوا تتابعونا دايما. شكرا لكم، طلبي حول العالم زلغوطة.